عمال كنت جاي في الطوموبيل او خفت لي حبسوني في الطريق غدا غدا نزير الطريق. قلت لهم هاني نازل وماشي واش عيب فيها عيب تاخرتي على الاجتماع بربع ساعه قالك استغلتي الوقفه ديال سونترال ايوا يلا 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 ما تنشوفوش ما شفت مقاطع انا شفت غير العمال بتاع الدوم صافي قلت لكم تكلمت صافي بركه ما تنقل والو ما تنقل والو الناس قالوا لي نزع نزلت عدو ما نزلش يلا انت لو كنت ما تنزلش مالي وزير انا مواطن بعدا هي اللي وزير وهذا الوزير غادي نبقى وزير انا مواطن 17 مليار كاينه ولكن ماشي يربح الربح هو اللي خلصوا عليه الشركات الضريبه ومعروف راه كاين في التقرير ولكن كاين اللي اول داك 17 مليار كانه ربح تنقول لي راه كاينه 17 مليار ما تنقولش ما كايناش قلت لهم فقط ماشي ربح هادشي اللي قلت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.